سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وكل من اتبع هداه وصار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم في الندوة الجديدة من دعوات مصر الشريف. وندوتنا اليوم بعنوان الأديان والحوار من أجل العيش المشترك. كما نرحب بكل مشاهدينا عبر تمويل البث المباشر على صفحات الأزهر الشريف. دعونا أصدق كل شيء نرحب بكم الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق. فضيلة الأستاذ الدكتور نصير عياد الأمين العام لمجمع البث الإسلامي. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام للمجتمع. نيابة الأمن إرميا الأسقف العام ورئيس مركز الاستقامة الطبي الأرثوذكس. معالي الدكتور عمرو الشوقي الكاتب والمفكر السياسي الكبير. ويترجم هذه الندوة للغة الإشارة الأستاذة سعاد الجهري من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإبداع. شاءت إرادة الله في قلبك أن يخلقهم أحرارا مختلفين في عقائدهم وأفكارهم وألوانهم ولغاتهم وأجناسهم، وضمن الله لهم بقاءهم مختلفين حتى آخر لحظة في عمر الشعوب والجماعات. يقول الحق تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والنتيجة العملية لما يقرره القرآن الكريم وفيما يعتقد فيه المؤمنون بالله أنه ليس في مقدور أمة من الأمم ولا حضارة من الحضارات مهما بلغت قوتها أو بطشها أن ترد الناس جميعا إلى حضارة واحدة أو أصيبهم في ثقافة معينة بذاتها، ومن يحاول ذلك يحاول تغيير خلق الله وأراد الله في خلقه. وإنما جعل الله منطق الحضارات في التعايش إنما يقوم على التعارف والتراخي، وأول أسس هذا التعارف والتراخي إنما يكون بالحوار، الحوار البناء المنطلق من قبول الآخر واحترامه، واحترام حكمة الله في خلقه وانتساب الناس جميعا لأب واحد وأم واحد. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هذا المنطلق تجلت رحمة الله على مسلمنا الحبيبة بأن هداها قيادات دينية مستنيرة قادرة على فهم مراد الله في خلقه. وفي مقدمتهم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين. وقداسة البابا بطرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الطرازة المرقسية. ويندرج تحت هذين الرمزين علماء لله هم بمثابة صمام أمان للوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، ولا أجل من تجربة بيت العائلة المصري والذي تم تدشينه للحفاظ على نسيج وطني واحد لأبناء مصر. وعلى الصعيد العالمي فقد شهدت الفترة الأخيرة علاقة طيبة وغير مسبوقة بين مؤسستين الأزهر الشريف والفاتيكان، حتى تكللت هذه الجهود وفي مثل هذا اليوم بإصدار وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك بين فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرانسيس الثاني، وذلك في يوم الرابع من فبراير لعام 2019 برعاية كريمة من دولة الإمارات الشقيقة، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما للأخوة الإنسانية. وندعو الله العلي القدير أن ينعم على مصرنا الحبيبة وعلى شعوب الأرض بالأمن والسلام والتآخي، اللهم آمين. بداية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، نعلم أن الشرائع إنما أتت بهداية الناس، فما هي المشاركات بين الشرائع السماوية المختلفة والتي نستطيع أن ننطلق منها نحو حوار بناء والعمل من خلاله على إقصاء قواعد العيش المشترك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المنصة الكريمة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يؤكد على الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد الذين تقلهم أرض واحدة وتظلهم سماء واحدة ويشربون من نهر النيل من ماء واحد. وأقول هذه هي مصر بوحدتها، هذه هي مصر بكل أطيافها. لكن اسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة وأن أخرج عن هذا السؤال إلى أشياء أخرى أكثر الحاضرين لا يعرفونها عن وثيقة الأخوة الإنسانية، فقد كنت حاضراً أكثر مشاهدها. الحديث عنها بدأ في عام 2018، وكنت في صحبة فضيلة الإمام الأكبر وعليه رحمة الله الدكتور محمود حمزي زقزوق، وكنا في غرفة مغلقة مع قداسة البابا فرانسيس. وأول ما بدأ البابا في البني كايزر عمر محمد يحيى التوجه إلى مكتب عمليات قاعة قعر الأمان، البني كايزر واقتسمه قسمين على وعد فضيلة الإمام النصف وهذا هو النصف. كانت هذه الرسالة واضحة على أننا في هذا العالم نعيش أسرة واحدة. ثم بدأ الحديث عن وثيقة الأخوة الإنسانية، ولكن كان هناك استبعاد منهما في أن تتم. المهم حدث أن صرفنا في هذا اليوم وبدأ العمل بجدية بين الطرفين طوال العام، حتى إذا ما جاء العام الجديد عام 2019 وبالذات في يوم الرابع من فبراير، وكان موعدا لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. بعدها كنت أيضا في صحبة فضيلة الإمام وكنا في ضيافة قداسة البابا، فقلت لولا الإخلاص ما كان لهذه الوثيقة لا أن توقع فقط ولكن أن تنتشر على مستوى العالم. لماذا؟ لأنه تم تقدير الوثيقة من خلال الخارجية المصرية وخارجية الإمارات والبحرين والسعودية إلى الأمم المتحدة، وتم اعتماد يوم الرابع من فبراير يوم عالميا للاحتفال بوثيقة الأخوة الإنسانية. من المواقف التي أحكيها، كنت في إيطاليا في مؤتمر وكانت أول مرة ألتقي فيها من ناحية الأهرامية، كان عام 2017 على ما أذكر. وبعد أن انتهينا من المؤتمر كنا معا في على موعد واحد في الطائرة، وأنا في الخارج كنت أرتدي الزي الأزهري، ومشينا سويا بهذه الصورة الأمر بالنسبة لي وبالنسبة له عادي، ماشيين كده عادي في المطار وننتظر موعد الطائرة. لكن فوجئت بأن النظرات تحطم فينا وكأننا يوجد إلى شيء خطأ. فأنا بقول لفت الأنبهة، وإحنا فينا حاجة غلط؟ فماذا قال؟ قال هذا هو الوقت، يعني الأصل أن نكون يدا واحدة. المهم نعود مرة ثانية إلى وثيقة الأخوة الإنسانية. بعد أن تم التوقيع بعد ذلك بأشهر قليلة صدر قرار من الشيخ محمد بن زايد بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ أهداف الوثيقة.
حتى لا تكون الوثيقة حبا على ورق يتم توقيعها وينتهي أمرها ويذهب كما ذهب غيرها، ولكن شكل لجنة لتنفيذ أهداف الوثيقة. هذه اللجنة مكونة من عدة شخصيات، العبد لله والكاردينال يوزو في الفاتيكان وبعض الشخصيات، وكانت رئاسة اللجنة كما يتم أيضا في بيت العائلة المصرية تتداول ما بين ممثل فضيلة الإمام عبد الله وممثل قداسة البابا. هو عام وأنا عام، هو عام وأنا عام، وأنا هذا العام الرابع في رئاسة اللجنة. المهم أن أول اجتماع للجنة كان في يوم 11 من سبتمبر، كان في يوم 11 من سبتمبر عام 2019. أردنا أن نقول للعالم إن هذا الموعد اتخذه الإرهابيون زمنا لنشر الذعر والإرهاب وقتل الأبرياء، نحن نريد أن نحول هذا الزمن ليكون بداية لنشر الأمن والأمان والسلم والسلام والأخوة الإنسانية. أكتفي بهذا القدر، فما زال في الكواليس أشياء أخرى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحتى لا يكون حوار الأديان حبرا على ورق كما قلت حضرتك، فإحنا عايزين نعرف من معالي الدكتور وزير عياد المشتركات ما بين الشرائع السماوية، وما هي ضوابط الحوار التي يجب أن يتحلى بها القائمون على الحوار بين الأديان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المنصة الكريمة، الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم في جناح الأزهر الشريف، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وحقيقة عندما نتوقف أمام قضية المشترك بين الشرائع السماوية سوف نجد أن المشترك كثير، ويكفي أننا أمام اتفاق في أصول الثلاثة: أصول العقائد وأصول الشرائع وأصول الأخلاق. فعندما تلقي بنظرك في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ثم تنتقل إلى القرآن الكريم سوف تجد أن هذه الأصول الثلاثة قد تم الاتفاق عليها في هذه الرسالات والشرائع الثلاثة. لكن القضية التي نحن بصددها الآن تتعلق بقضية الحوار، وفي تقديري أن الحديث عن هذا الجانب من الأهمية لمكان، خصوصا وأن الحوار هو وسيلة للتفاهم بين الإنسان وأخيه الإنسان. فإذا كان لدينا اتفاق على أن الإنسان كائن اجتماعي، بمعنى أنه لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين، لا يمكن أن يعيش منفردا، فهو إذا في حاجة إلى بني جنسه، يعني يتحدث معهم ويتحدثون معه، يشاركهم ويشاركونه الأفراح والأطراح. هذا يقتضي آلة أو أداة أو سبيل للتفاهم والتعارف والتخاطب، وأعتقد أن هذه الآلة أو الأداة هي الحوار. لكني أتوقف أمام آلية الحوار التي جاءت في القرآن الكريم والتي تقوم على شيء من الموضوعية والحكمة والتزام اللين في القول، ويكفي أن أقف أمام قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويكفي أن أقف أمام قول الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا نحن أمام مسألة أو باب للتعارف بين الإنسان وأخيه الإنسان. هذا الإنسان بينه وبين بني جنسه مشتركات، هذه المشتركات لا بد لها من أداة أو آلة أقف من خلالها على ما لدي ويقف من خلالها على ما لدي. هذه الآلة أو تلك الأداة هي الحوار.
وأعتقد أن الحوار كان هو الوسيلة التي سلكها رسل الله تبارك وتعالى مع أنبيائهم وأقوامهم من نبي نبينا آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا معي إلى ما قصه الله تبارك وتعالى في القرآن على لسان نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويوسف وصالح وهود إلى غير ذلك. سوف نجد أن الحوار كان هو السبيل الوحيد إلى الوصول إلى تعريف الناس بمراد الله من ناحية، وتعريف الإنسان بحق أخيه الإنسان من ناحية أخرى. ويكفي أن نتوقف أمام ما دار بين شعيب وقومه عندما أمرهم أولا بعبادة الله تبارك وتعالى. هذه علاقة تربط بين العبد وبين ربه، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم انتقل بعد ذلك إلى شق آخر وهو يتعلق بالموازين والتزام الصدق والتزام العدل في البيع والشراء، باعتبار أن ذلك هو أداة التعارف والتلاقي بين الإنسان وأخيه الإنسان. لكن القرآن في عرضه للشق الأول أو الشق الثاني اعتمد على وسيلة ألا وهي الحوار. لكن كيف يكون الحوار؟ أولا يكون الحوار بالتحلي بالموضوعية، ثانيا باحترام الآخر، ثالثا بعدم التعرض للخصوصيات الخاصة بالطرف الآخر، رابعا يكون في المشتركات التي تربط بين بني الناس، خامسا أن يكون الهدف والغاية والوجهة الوصول إلى الحق والكشف عن الصواب. أشكركم لهذه الدعوة الكريمة التي تتكرر كل عام في معرض الكتاب الدولي. دفعين كام عشان تقام الساعة الثانية ظهرا بالصالون الثقافي ركزوا معايا كاتب مشروع الأستاذ الدكتور زي نصار. هذه الدعوة الكريمة تتكرر كل عام أحضر فيها مع إخوتي وزملائي في الوطن في جناح الأزهر، نتحدث معا حول الحياة المشتركة والعيش المشترك والحوار البناء الذي نعيش فيه جميعا. الحقيقة بيت العائلة المصرية هو نموذج فريد للتعايش ما بين أفراد الوطن الواحد. بدأت فكرة بيت العائلة المصرية كحياة مشتركة بعد أحداث مرت في الوطن العربي في أكتوبر 2010 حينما حدث تفجير كنيسة سيدة العذراء في العراق ومات فيها حوالي 100 واحد. وبعدها في أوائل السنة 2011 في الدقائق الأولى من 2011 حصل تفجير لكنيسة القديسين في الإسكندرية واستشهد فيها أكثر من 20 واحد. فجه فضيلة الإمام الأكبر أعطاه الله العمر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب مع رأس من الأزهر ومعه مجموعة كبيرة جدا وفد من علماء الأزهر والشيوخ يقدم واجب العزاء في 2 يناير من نفس الأحداث على طول أو 3 يناير. وكان في المقر البابوي واقترح فضيلة الإمام الأكبر تكوين بيت العائلة المصرية يكون فيه شيوخ وعلماء من المسلمين وقساوسة من الكنيسة يجتمعوا معا ليحلوا المشاكل الموجودة. وكانت نظرة صاحبة
نظرة مستقبلية من فضيلة الحماد لما يحدث مستقبلا في الوطن العربي وفي مصر. بدينا نكون وتكون المجلس الأمناء، وتقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء، وصدر في ذلك قرار من مجلس الوزراء باعتماد بيت العين المصرية هيئة مستقلة لها الحق في العمل مع كل مؤسسات الدولة لتبدأ في تكوين نبتة للتعامل مع الشباب، مع الأسرة، مع التعليم، لجنة للرصد، لجنة للمتابعة، وبدينا نشتغل على أرض الواقع. بصراحة واجهنا مشاكل كثيرة جدا ما بين الطبيعة والثقافة اللي كانت موجودة في ذات الوقت، لكن استطعنا نتغلب عليها وعملنا حاجة اسمها لجنة الخطاب الديني، مجموعة من القساوسة ومجموعة من الشيوخ تجمعوا بعض وجاءوا إلى المركز الثقافي لقبت النسيون صفية البطريركية، وبدأ لقاءات مشتركة، وبدينا لقاءات مشتركة في الفنادق، محاضرات من المسؤولين من الشيوخ ومن القساوسة، زيارات مشتركة إلى الجوامع وإلى الكنائس وإلى المستشفيات والمدارس وإلى الأماكن الوطنية يتعاملوا معا، وتكونت صداقات ما بين الشيوخ والقساوسة، وبدينا نشاط جديد بفكر جديد، فكر مستنير يقوم على الأسس والمبادئ التي تدعو إليها الأديان. نعمل دائما على العوامل المشتركة والقواسم المشتركة، ولا نتكلم في أي خلافات كما استمعنا، نتعامل بحب من أجل مصلحة الوطن وتنمية الوطن وجعل هذا الوطن أن يكون مستقرا، وامتد هذا العمل وتوجب أعمال أخرى إلى أن أصبحت وصفة الأخوة الإنسانية التي استقت تعليمها من الأديان وقدمت إلى العالم أجمع، فكان الأساس في بيت العين المصرية الذي امتد إلى العالم أجمع. وطبعا أنا مش عايز أقول لكم إن إحنا احتفلنا العام الماضي بمرور 10 سنوات على تأسيس بيت العين المصرية، هو كولاء من الذين أسسوا هذا البيت وشاركوا فيه قدمت الجائزة ودرع باسم بيت العين المصرية إلى قداسة البابا شنودة الثالث نيح الله روحه، وإلى الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله، وهو الأمين العام الأول لبيت العين المصرية، وكان له دور كبير مع قداسة البابا في تأسيس هذا البيت، وأيضا الأستاذ أسامة العبد، وأيضا رحمه الله، وأيضا الدكتور محمود عزب رحمه الله. هؤلاء شاركوا معنا واحتفلوا كثيرا في بيت العائلة المصرية، وهذا ولاء منا لمن سبقونا، ونكمل معنا المسيرة. وكما استمعتم من صديق الدكتور البحرساوي ما قدمناه بحب وحياة بدون كلفة حينما كنا معا في إيطاليا لم يكن معنا أحد، لكن الجميع يعني ينظروا إلينا كيف أن رجال دين يتعاملوا معا بهذه الصورة، إن ما يصدر عن مصر ليس الحقيقة، الحقيقة هي الحب والعيش المشترك طوال قرون طوال نكملها معا. ونشكركم بهذه الدعوة الكريمة، نتمنى لكم كل نجاح في كل خطوات. وهناك كثير من البعض يريدون مصر ألا تنعم بهذا الحب وبهذا الأخاء، ويستخدمون المنابر الإعلامية المفتوحة سواء من الشرق أو من الغرب، وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي
للعب على ملفات كثيرة وأهماء الطائفية. نريد من سيادة فضيلة الدكتور محمد أبو زيد الأمير أن يعرفنا ويقول بنا نحو مداخل هؤلاء وكيف نتصدى لهم ولأهدافهم الخبيثة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع رسل الله أجمعين، وخاتم الرسل الكرام أحمد وفضله عن غيره لا يجحد، وجده الخليل إبراهيم والروح عيسى، والروح عيسى نوح والكريم، فالأنبياء فالملائك الأولى أدلهم جبريل عند ذي العلا. وبعد، سادة الأفاضل الكرام الحضور، منصة كريمة كل باسمه، طبعا أستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث، رئيس الحفل الجليل للأنباء الإدمية، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، كذلك أيضا الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية أستاذ أحمد الشوقي، عمرو الشوقي الفاضل الكاتب والمفكر الكبير، أستاذ الفاضل المقدم البرنامج. طبعا كل يعني كل التحية والتقدير لحضراتكم أولا، لكن بداية حضراتكم أود الإحاطة إلى شيء، ألا وهو نظرة شريعة الإسلام وحث الشريعة على التعايش والتقارب بين الأديان. تجلى ذلك فيما فعله حبيب الله ومصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله مع نصارى نجران، أنهم جلسوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم شق نصف المسجد قطعه لهم ليقوموا فيه عبادتهم، فهذا إقرار من رسول الله نبي الأمة المحمدية لأمر التعايش بين والأديان. كذلك أيضا ننتقل إلى ما فعله الخليفة الراشد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ما فعله لأهل بيت المقدس، لفعله سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع نصارى بيت المقدس. محافظة سيدنا عمر على نصارى بيت المقدس وعلى كنائس هؤلاء النصارى في بيت المقدس، ووثق لهم عهدة، فأصبحت هذه العهدة عهدة تاريخية تتناقلها الأجيال لمعرفة مدى المحافظة وكيفية التعايش فيما بين الأديان. ويأتي بعد ذلك فقيه مصر وهو الإمام الليث بن سعد، الإمام الليث بن سعد، والذي قال عنه الإمام الشافعي كان الليث أفقه من مالك. الإمام الليث بن سعد طبعا لما نيجي نشوف لأمر الإمام الليث بن سعد فيما يتعلق بشأن أمر طبعا أخوانا النصارى، أنه أول من أمر ببناء الكنائس، وكان يقول بأن الإسلام من إعماره للأرض، من إعمار الإسلام ومن إعمار الأرض ومن تنمية موضوع بناء الكنائس، وأن الكنائس إنما بنيت أول ما بنيت بعد ذلك في عهد مين؟ في هذا العهد، هذا أي أمر ببناء الكنائس.
وقال إن ذلك من إعمار الأرض لمثل هذه الأمور. بعد كده يجي خليفة مصر في عهد هارون الرشيد اللي هو المسمى بموسى ابن ابن عيسى، ويأمر بإعادة بناء الكنائس في مصر التي كانت قد هدمت قبل مجيء هذا الولد. فهؤلاء نماذج من حكموا مصر منذ العهود الأولى وبعد عهد سيدنا عمر بن الخطاب، مما يدلنا على أن أمر التعايش بين الأديان إنما تقره شريعة الإسلام بل تقره سائر الأديان. وترسيخا لهذه طبعا الأمور، ترسيخا لهذا الأمر الذي يعد أساسا من أسس المواطنة العصرية الكاملة دون تمييز، وتأصيلا لذلك المشترك بين الأديان في هذا الأمر، لا طبعا دون تفرقة، لا على أساس الدين ولا على أساس اللون ولا على أساس العرق ولا على أساس الجنس أو اللغة، كل ذلك انطلاقا من قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. ليس هذا فحسب، بل إيمانا بالتنوع والاختلاف الذي هو سنة من سنن الكون، كما قال الأستاذ الفاضل المقدم هذه الندوة، طبعا انطلاقا وإيمانا بالتنوع والاختلاف الذي هو سنة من سنن الله في كونه، حيث يقول الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وطبعا ولا يزالون مختلفين. ده بالنسبة لهذه الأمور. عايز أقول لحضراتكم إن كون بيت العيلة المصرية وتأسيس بيت العيلة المصرية إنما هو أمر من الأمور التي تعد من الانطلاقات، والمقصود منها المحافظة على السياق الوطني بين أبناء مصر جميعا، لا فرق بين مسلم وغير مسلم في مثل هذه الأمور. حسبنا زي ما قلنا وثيقة سيدنا عمر بن الخطاب. الأزهر الشريف قام بعدة وسائل، هذه الوسائل تدعو إلى الإيه؟ إلى الإنسانية وإلى المشترك بين الأديان وإلى المشترك بين إخواننا. وطبعا من أبرز هذه الوسائل كما تحدث الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، هذه الوثيقة للأخوة الإنسانية. الكل يا مولانا الكل سيزول وما ملكت، فكل يا نفس سوف يرى ملكا لغيري كما قد كان من قدر. هذا كل الشكر يا نعم اكمل يا سعادتي الماشي هناك اسئله اخرى حاضر بس اقول الى بره البلاد. فهنا حضراتكم زي ما قال، وطبعا ليس ادل على ذلك من الوثيقه، وليس ادل على ذلك من سنه 1936 طبعا شيخ الإسلام شيخ محمد مصطفى المراغي كان له بحث عن الزمالة الإنسانية، وكان ذلك قد ألقاه في مؤتمر، هذا المؤتمر عما يتعلق بالأخوة الإنسانية آن ذلك الوقت. فبيت العائلة المصرية يعد في حد ذاته امتداد لما تقوم به مصر ولدور المصريين، ومصر ضربت النموذج الأمثل في التعايش فيما بين أبنائها على مستوى العالم أجمع، والناس شاهدت ذلك في افتتاح الكنيسة والمسجد في آن واحد، وبرعاية من القيادة المصرية الحكيمة، فقامت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث حضر بنفسه وشاهد بنفسه، وألقيت الكلمة في الكنيسة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وألقيت الكلمة في المسجد من قداسة البابا طرادوس الثاني. هذا إعلام عالمي للعالم أجمع بأن مصر بلد الحضارات، وأن مصر هي دولة التقدم. وبالمناسبة مصر ربنا سبحانه وتعالى سماها مدينة، ولا تكون التسمية إلا بتوفر المقومات الأساسية للمدنية والتحضر، ليس من الآن فحسب بل من آلاف السنين. انظروا إلى القرآن الكريم، الله عز وجل يقول عن عهد موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. انظروا إلى ما ذكره بحق يوسف وقال نسوة في المدينة، كم ده من كم سنة؟
احسبهم، وانتم طبعا معانا طبعا الساده الافاضل، احسبوا وعلموا ابنائكم لمن الاف السنين. معنى هذا ان مصر توفرت فيها مقومات الحضاره والمدنيه والتقدم الحضاري، فهذا يبرم على ان مصر لها تاريخ لا يضارعه اي تاريخ. فلا عجب ان ناتي اليوم وان ياتي بيت العائله المصريه لما يتعلق بالمحافظه على السياق الوطني، بل هو امتداد لدور المصريين وخاصه فيما نحن فيه في عهد القياده الحكيمه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشكركم على استماع حضراتكم. إن كان بيت العائلة المصرية تجربة فريدة، فهناك تجربة أخرى وهي علاقة الأزهر بالفاتيكان، علاقة وطيدة تشهد يوما بعد يوم تطورا كبيرا في مجال الهوة الإنسانية. في رأيك معالي الدكتور عمرو، كيف نستفيد من هذه التجربة؟ وكيف نستفيد من القوى الناعمة لدى الدولة المصرية وفي مقدمتها الأزهر الشريف؟ تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا، وأعبر عن سعادتي لوجودي مع حضراتكم اليوم. وفي الحقيقة هذا الموضوع يعني تابعته عن قرب وثيقة الأخوة الإنسانية، وشاركت في المؤتمرات التي عقدت بهذا الصدد. والحقيقة موضوع العيش المشترك ربما سأبدأ بالحديث فيه فيما يتعلق بمجموعة أو ثلاث نقاط بشكل أكثر تحديدا، وسأعرض على ما أشرت إليها دكتور محمد. فيما يتعلق بالجانب الأول المتعلق بالعقائد، وهناك في الحقيقة في بعض الأحيان رغم كل هذا التراث وهذه الجوانب المشرقة الموجودة في التاريخ الإسلامي والنصوص الدينية الواضحة التي تحض على احترام الآخر ولا إكراه في الدين، لكن بلا شك بتحدث احيانا بعض الحوادث او بعض ما يعكر صفو هذه الامور. ولمواجهة هذا الامر اعتقد نحن في حاجة الى اكثر من مستوى. المستوى الاول الحوار لا اراه في الحقيقة بين العقائد، يعني الحوار يجب ان يقوم على احترام العقائد. يعني أنت لا تسعى إلى إقناع طرف آخر أو ديانة أخرى بصحة عقيدتك، أنت مطالب ولا بالتهكم عليها ولا بالتعالي عليها، إنما أنت مطالب باحترام عقيدة الآخر، فما بالك إذا كان هذا الآخر يعيش معك في نفس الوطن وبينكم يعني هموم وأمال وطموحات مشتركة. تالي هذه النقطة الأولى، كثيرا على مستوى المجتمع ما يحدث فيها لبس أو إنه احترام العقائد لا يعني تماهيها أو إنها بالضرورة ستنتج شيئا واحدا، إنما ربما المجتمعات التي مثل مصر التي يعيش فيها مسلمين ومسيحيين أو يعيش فيها تنوع ديني بشكل عام، هي فيها فرصة تاريخية أنها تقدم للعالم أجمع رسالة تعايش. يعني نحن نشهد حروب كنا اعتدنا من قبل أن نرى يعني هذه الحروب لفترات طويلة في عالمنا العربي بمآسيه الكثيرة في أكثر من بلد وانقسامات بعضها على أساس مذهبي. شهدنا هذه الحروب واللاجئين لم يعودوا فقط هم من سوريا، إنما شهدنا هذه الحروب في أوكرانيا وروسيا، وشهدنا مشاهد تصورنا أنها تخصنا فقط في العالم العربي ولكنها حدثت في أوروبا. أهمية الدين وأهمية الحوار المشترك والعيش المشترك هي محاولة لضبط يعني مثل هذا الجنوح نحو العنف أو نحو الحروب أو نحو التطرف والتعصب وما إلى ذلك.
هذه ايضا نقطه اخرى انه مساله العقائد المطلوب مننا جميعا ان نحترم العقائد. كل الاسئله التي لا معنى لها بالتهنئه بالاعياد او كانه اذا هنأت مسيحي بالعيد فانك تخليت عن عقيدتك، انت تهنئه بالعيد وتبقى مسلم وانت تمارس حقك الاجتماعي في مجتمع فيه بديهيات طبيعيه بالتهنئه الاجتماعيه وما الى ذلك بصرف النظر عن عقيده كل واحد فيهم. الجانب الاخر هي تتعلق بانه اهميه هذا الحوار او العيش المشترك انه ياتي في اطار انه هؤلاء المواطنين يعيشون في بلد لديهم نفس الطموحات الاقتصاديه، لديهم نفس المشاكل، نفس الهموم، وبالتالي لا احد يتصور مثلا انه في حال تحقيق نجاح في مصر سيكون للمسلمين ولا او للمسيحيين فقط وليس للجميع، يعني الخير سيعم على الجميع، واذا تقدر الله حدث مكروه او شر فهو ايضا سيرحم بالجميع. واعتقد احنا جميعا عانينا من الارهاب ولم يعني سواء كانوا مسلمين او مسيحيين، نتذكر شهداء بالضبط شهداء الصفه في اسكندرية في حادثة كنيسة القديسين، كنت مدعو في لمكتبة الاسكندرية وكان فعلا في يناير، وذهبت ساعتها الى موقع الحدث وكان شيء مؤلم ومأساوي، لكن بنتذكر ايضا شهداء الروضة في سيناء مسجد الروضة وفي اكثر من 300 شهيد، وقيس على ذلك بقى ايضا حادثة الكنيسة القدسية وغيرها. اقصد في النهاية انه المصلحة المشتركة موضوع العيش المشترك ليس فقط قضية دينية او قضية عقائدية، هي قضية مجتمعية، لانه حين يعم الخير وحين نواجه سويا التحديات فنحن ستعود على كل ابناء الوطن ولن تعود على فريق واحد. هذا ينقلني الى النقطة الثالثة والاخيرة، انه لكل بلد ادواتها الناعمه في الثقافه في الفكر في مؤسساتها الدينيه، وبلا شك يعني انه الازهر والكنيسه الوطنيه القبطيه الارثوذكسيه من معالم ومن ابرز معالم القوه الناعمه في مصر، يعني حضور الازهر الشريف في العالمين العربي والاسلامي وايضا بعد التوقيع على الوثيقه الاخوه الانسانيه يقول انه هي فرصه حقيقيه لنشر والتمسك بمبادئ الاسلام الوسطي، بالقيم الاسلاميه الوسطيه، بالمنح والدراسات والحضور الثقافي. هذا في الحقيقة أمر في غاية الأهمية ويجب أن نتمسك به، لأنه من خلال هذا الدور البلاد تحقق نجاحات اقتصادية واجتماعية، يعني لما يبقى في بلد فيها صورة ذهنية إيجابية عن مؤسساتها الثقافية والأزهر من أبرز هذه المؤسسات، يعني في بلدان كثيرة إسلامية بتقول إحنا والله عايزين نعمل هذا التعاقد مع مصر لأنه عندنا ناس اتعلموا في الأزهر وإنه عندهم ولاء لهذا البلد من خلال الأزهر الشريف. فلا أحد يفصل، يعني أحياناً بنفصل الثقافي عن المكسب الاقتصادي ونتصور أنه الموضوعين منفصلين، لا في الحقيقة كلاهما يكمل بعضهم الآخر، وأنه هذا الحضور للقوة الناعمة وبالذات لدور الأزهر الشريف في بلدان العالم الإسلامي أنا رأيي بيعزز من مكانة مصر ومن دورها الإقليمي وأيضا يعزز من شراكتها الاقتصادية. في كل الأحوال في النهاية أنا أعتقد أنه مسألة لا يجب أن نخشى الحوار،
ولا يجب أن نخشى التواصل مع الآخر ومعرفته، لأنه احترام عقائد الآخرين يعطي الثقة في النفس. وأعتقد أن كل أبناء الأديان السماوية كما قال الزملاء من قبل هي أديان تاريخية ومستقرة، وأن يعني ينتقص منها أن تقول كل سنة وأنت طيب أو يذهب حد هنا إلى هذا الدين أو آخر إلى ديانة أخرى. هذه أديان ستبقى إلى يعني أبد الآبدين حاضرة وقوية، فعلى الجميع أن يصل في إيمانه العقائدي، وأنه هذا الإيمان العقائدي لا يجب أن يلغي احترامه لعقائد الآخرين. شكرا على الدكتور عمرو الشريف. الندوة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخلاص الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام معالي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمين نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، معالي الدكتور عمرو الشوكي الكاتب والمفكر السياسي الكبير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.